بناء على توجيهات وزير الصناعه والتجاره والسياحه سعاده السيد زايد بن راشد الزياني المعنيه بتكثيف الرقابه والتاكد من توافر السلع والمنتجات الاساسيه من المواد الغذائيه والفواكه والخضار في الاسواق ومنع استغلال مناسبه عيد الاضحى المبارك للتلاعب ورفع الاسعار. قامت اداره التفتيش بحملات تفتيشيه في الاسواق المركزيه بالعاصمه المنامه. هذا واكد الوكيل المساعد للرقابه والموارد عبد العزيز الاشراف ان اداره التفتيش لها حضور فاعل وبشكل يومي في الاسواق المركزيه طيله الاشهر الماضيه حيث قامت اداره التفتيش بتكثيف الزيارات الرقابيه وزياده اعداد كادر التفتيش لتفقد الاسواق المركزيه بصوره اكبر.